حياكم الله من جديد مشاهدينا. طبعا وصلنا الى محطة استشارات نفسية سنتعرف من خلال هذه المحطة على ما مدى او اهمية التخطيط السليم للاجازة. كلنا نحتاج الى اجازة والى تخطيط سليم للتخفيف من ضغوط الحياة وأيضا ضغوط العمل، ولكن هذه الإجازة سلاح ذو حدين. ممكن أن تتحول هذه الإجازة إلى مشكلات بين الزوجين تحديدا لفشلهم في التخطيط لهذه الإجازة. كيف يستطيع الأزواج أن يتعاملوا مع بعض في الإجازة؟ هنالك الكثير وتفاصيل كثيرة سنتعرف عليها من خلال هذه المحطة. انضمت لنا في الاستوديو الأستاذة أميرة عبد الرزاق، أخصائية واستشارية نفسية وتربوية أيضا. حياك الله معنا أستاذة فوزية. أهلا بك، أهلا وسهلا فيك أستاذة. أهلا بك أستاذة أميرة، دائما بتكوني معنا وبتنورينا وبتعطينا مجموعة من النصائح بحيث إنه إحنا نقدر نتعايش مع أحوال بتمر فينا وحالات بتمر فينا بشكل صحيح وبسلوكيات أيضا صحيحة. التخطيط للإجازة من إحدى الأشياء اللي بتمر فيها، خلينا نقول الزوجين، ونحصر الموضوع شوية بينهم لأنه هي من هنا منبع المشاكل دائما وبتحصل الخلافات. ليش دائما إذا كانت الإجازة طويلة أو سيء التخطيط لها بتحدث المشاكل بين الزوجين؟ أهلا بك. بالضبط زي ما قالت إن الأجازة سلاح ذو حدين، بالرغم من هي بتبقى فرصة للتغيير وكسر الروتين وتغيير الجو، لكن سوء التخطيط ليها بيؤدي إلى خلافات كتير بتحصل أثناء الأجازة. الحقيقة زي ما قلنا الأجازة كسر الروتين، بنلاقي فجأة الأسرة كلها بعد ما كان الزوج مثلا مداوم في عمله والأولاد في مدارسهم، فجأة كلهم بيجتمعوا. اختلاف الآراء في فترة الأجازة واختلاف الهدف من الأجازة، فنلاقي الزوجة منتظرة الأجازة بفارغ الصبر على أساس إنها تعوض اللي فاتها وتتسوق ويبقى في ترفيه وفيها تنزه وخروج ليها وللأولاد. على العكس في بعض الأحيان بيكون الزوج محتاج الأجازة للراحة والاسترخاء وأخذ كفايته من النوم يعني، فبالتالي بنلاقي بتتضرب الآراء لو ما حصلش تخطيط سليم للأجازة والتقسيم ليها بتتضرب الآراء. كمان أوقات الأجازة بتمثل عبء مادي على الزوج، لو ما فيش الإمكانية أو مش ما عندوش الإمكانية الكافية إن هو يحقق كل متطلبات الزوجة والأطفال في الأجازة، فبيحصل بيكون في عبء مادي وبالتالي بيكون في توتر نفسي. كمان نقطة تانية أحب أشير ليها، في بعض الأحيان وخصوصا الأسر المغتربة عن بلادها أو
مش مقيمة في مع عائلتها، بتستغل فترة الأجازة للانتقال للأماكن أو لبلادهم الرئيسية أو اللي فيها عائلتهم، فبالتالي كثرة التنقلات من مكان لمكان والتدخلات والنقط دي بتسبب عبء نفسي كبير وعبء جسدي وعبء مادي، ودايما يعني صعب ان انت ترضي جميع الاطراف. صحيح. فبالتالي دايما يكون في طرف حاسس بالظلم، فلو ما فيش تخطيط سليم ولو مش كل الطرف فكر في الطرف الاخر وايه هي احتياجاته من الاجازه وهيئ نفسه ان هو يلبيها، بتحصل خلافات. ولكن هناك الكثير من الازواج استاذ فوزية متسلطين نوعا ما، يعني ما ياخذ راي زوجته مثلا واولاده فين مكان او الى اين توجه في السفر حتى المصاريف اللي بيحددها. وهنالك دراسات ايضا اثبتت ان نسبة الطلاق ترتفع بين الازواج تحديدا في الانجازات. بالضبط. يعني اين تكمن المشكلة في هذا الموضوع؟ والله احنا زي ما قلنا ان المشكلة فهو عدم التفكير في الطرف الاخر، زي ما حضرتك ذكرتي بالضبط ان كتير من الازواج بيبقوا متسلطين وما بياخدش راي الزوجه والاولاد، وكمان كتير من الزوجات بتبقى ما عندهاش الخلفيه او الفكره انها ان ايه هي الاحتياجات اللي جوزها محتاجها طول الفتره اللي هو بيشتغل وبيرهق، فبالتالي ما كل طرف بيفكر في نفسه وازاي يسعد نفسه بس. كمان الظروف الماديه اوقات بتبقى الاجازه بتمثل عبء مادي لو ما تخططش تخطيط سليم، يعني حتى لو كان المبلغ بسيط احنا محددينه للاجازه بيبقى في اتفاق مسبق بين الزوجين وكل زوج يراعي الطرف الاخر ويراعي احتياجاته ويفكر فيه، بالتالي مش هتحصل المشاكل. صحيح. طبعا اكيد. استاذه اميره، من الاشياء يعني اللي دائما يلاقوا فيها مشاكل الزوجين اللي هي الخلافات، عدم يعني في حوار او نقاش سليم بينهم في هذه الفتره، ايش النصائح اللي بتعطينا اياها بحيث اذا كانوا الزوجين في فتره اجازه وكلهم جالسين بالبيت؟ يعني دائما احيانا الزوج بيزعل انه اجازه عشان بيجلس وبتصير مشاكل، احيانا كمان العكس الزوجه بتزعل لانه بيصير مشاكل وحده في النقاش. ايش النصائح اللي بتعطيها للزوجين بحيث انه يتجنبوا قدر الامكان الخلافات في فتره الاجازه؟ هو الحقيقه اوقات بتحصل وخصوصا لو الاجازه ما فيش فيها انتقال لمكان تاني او فيها خروج او ترفيه، بنلاقي الزوج مثلا زي ما قلنا ان هو خلاص كان في شغله وقعد في البيت والاولاد كانوا في مدارسهم وقعدوا في البيت، فبالتالي اجتمعوا كلهم مع بعض بتتضارب الاراء وبتختلف، ممكن كمان
يصير الزوج يتدخل، يبدأ يشوف أمور طبعا كان مشغول عنها ما بيشوفهاش، يبدأ يتدخل في أمور البيت، ده ماشي ازاي وده ليه وده غلط، ويبدأ يتدخل في كمان في أمور الأولاد. طبعا الزوجة وطبعا الزوجة مش متعودة من زوجها على التدخل في الأمور دي، وهي والانتقاد باستمرار وبكذا، فبالتالي هنا بتحصل الخلاف. لكن كل الأزواج كده؟ لا والله هو مش كل لا والله هو بصي كل حاجة الواحد لو فكر، بس زي ما قلت لك مجرد التفكير ان انت كل طرف فكر في الطرف الثاني خلاص الامور كلها بتتحل. بس هي المشكلة دايما ان كل واحد بيفكر من منظوره من وجهة نظره، انا محتاج ايه في الاجازة، بس هي هنا المشكلة. فبقول لك دلوقتي انت لو هتعملي طبخة بتدخلي تعملي طبخة بتعملي ايه؟ بتحددي المقادير المطلوبة او بتحددي وقت الطبخة هتاخد قد ايه، وايه هي التكاليف او المقادير اللي هتحتاجيها. فتخيلي بقى انت بتخططي الاجازة او حتى اي مشروع بيتعمل بنعمله حاجة اسمها جدول زمني، تكلفة المشروع ومدة المشروع وايه الحاجات النتائج اللي هتجينا من المشروع بالظبط. لو عملنا كده في الاجازات يتم جدول زمني للاجازة والتخطيط. لو الاجازة يوم واحد يعني سواء يوم او شهر او اسبوع نقدر نقسم اليوم بحيث ان هو يشمل جميع الجوانب، وبحيث ان جميع الاطراف تبقى مرتاحة، ونشوف احتياجات كل طرف عشان نلبيها، وايه هي الامكانيات المادية اللي تسمح ان احنا نستغلها في الاجازه، سواء كانت بسيطه او كده نقدر حتى لو كانت بسيطه نقدر نستمتع بالاجازه بالامكانيات المتاحه. هل فعلا الزوج او الزوج ممكن انه يحتاج اجازه من بعض يعني الاجازه الزوجيه؟ هل فعلا كما يقال انه الاجازه الزوجيه ممكن ان تجدد الحب بين الزوجين؟ والله فكره الاجازه الزوجيه سلاح ذو حدين، يعني لو هي على فترات بعيده ومدتها بسيطه ممكن تكون مفيده، بحيث ان والزوج يبداوا هما الاثنين يفكروا بشكل ايجابي بدون اي ضغوط وبدون اي مشاكل في شكل العلاقة والتجديد الحب بينهم. لكن الحقيقة لو طالت الفترة ديت انا لا افضلها طبعا، لان الزوجين بيعتادوا في انهم يكون المرحلة دي انهم يبتعدوا عن بعض بالظبط. الحاجة التانية بيكون الزوج فريسة للوحدة يعني يبقى عرضة بقى ان هو يفكر اي تفكير ان هو يملى وقت فراغه او يشغل وقت فراغه او يروح بالاصدقاء او شات على عارفين يعني مواقع التواصل الاجتماعي ما شاء الله ما بقتش. فانا ما بفضلش لو فترات طويله.
مع بعض. خلينا مثلا نقول انه تكون مرة بالسنة، مثلا اذا كان يومين او 3 ايام، لكن ما بالظبط تكثر عن كذا بحيث انه ما بالظبط ندخل في مشاكل ثانية ونقول يا ليت الاجازة ما صارت بالظبط اساسا. بالظبط بالظبط طيب استاذة اميرة، يعني الاجازة الان بما انه احنا مواكبين مرحلة اجازة اللي هي منتصف العام الدراسي، وهي تمام خاصة طبعا في الطلاب والطالبات بشكل اكبر وبشريحة اكبر جدا، هل السفر من الاشياء الضرورية انه انا لازم اعمل لها جدول، ولازم انه انا اخلي السفر ضمن مخططاتي في اجازة منتصف العام للترفيه عن الاطفال او الاولاد والبنات بشكل عام، ولا ممكن انه انا اقدر ارفه عنهم واعمل لهم مثلا جدول حتى لو كنت متواجدة بالمكان بغير السفر؟ طبعا انا عايز اقول لك ان السفر له اهميه كبيره في ان الواحد بيغير جو ويكسر الروتين، لكن في بعض الاحيان بيكون السفر صعب نتيجه ظروف كتير سواء ماديه او ظروف ارتباطات صحيح. عمل، او مثلا الاجازه بسيطه او مش ما تستدعيش السفر او القدره او ما فيش القدره ان تسافر. اوقات كتير بيبقى الاولاد واخدين اجازه، بس الزوج في فتره اجازه نص السنه بيشتغل، فبالتالي بيكون صعب ان هم يسافروا. ففي الحالة دي ايه اللي يحصل او ايه اللي نقدر نعمله؟ هل خلاص نقول الاجازة ضاعت ومش هنقدر نقضيها؟ لا بالعكس، انا شايفة ان بأي امكانيات متاحة نقدر ان احنا نستغل فترة الاجازة ونقسمها تقسيم سليم بحيث انها تشمل جميع الجوانب سواء اجتماعية او سواء صحية او ترفيهية او تسوق او كل حاجة. يعني الاجازة نقدر نقسمها بشكل ملائم، حتى لو في البيت تقدر الام تشغل وقت اولادها بشكل كويس، تطبع لهم حاجات يشتغلوا فيها، أعمال يدوية جزء منها، جزء تلعبهم شوية، جزء تدخلهم مع المطبخ، الأمور اللي زي كده بتشغل وقت الفراغ. دي ما
ما فيش قلق يعني. وإذا كان فرد من أفراد الأسرة مثلا رفض هذه الوجهة مثلا تحديدا اللي في هذا المكان، كيف ممكن نقدر إنه نقنع هذا الشخص أستاذ فوزية من خلال عملك التربوية واستشارية النفسية أيضا، كيف ممكن نقنعه ونحببه في هذا المكان؟ لأن كلنا متفقين مثلا إلا شخص واحد يعني من الأسرة، يطلع شخص إلا ما يطلع شخص من المطبوط يكون معترض يعني لازم هو اللي يكون معترض. والله هو أنت عارفة في كل أمور الحياة صعب ان انت ان كلنا نتفق على وجهه واحده، فايه اللي بيتم او ايه اللي بيحصل؟ ان احنا نحاول نراضي جميع الاطراف او نحاول ان احنا نوصل لمرحله، ده انا مش بتكلم على السفر بس او الاجازه بس، في كل امور حياتك ممكن انت تبقي عايزه تروحي مشوار ومعاكي مثلا حد من اولادك رافض ان هو يروح او مش حابب ان هو يروح، فلازم يبقى في مرونه. يعني انا شايفه المرونه في الحياه الزوجيه والاسريه بشكل عام مهمه جدا، يكون في مرونه من الام ونفكر كل واحد يفكر في احتياجات التاني. يعني انت عايزه تطلعي مثلا فرضا اليومين في الاسبوع سبت وحد مثلا تسافري وتقضيهم وتتفسحي وتغيري جو، وجوزك في الوقت ده بالتحديد محتاج ان هو يرتاح او محتاج ان هو يسترخي، وانت عارفه ان هو مثلا بذل مجهود طول الفتره بتاعت شغله وطول الاسبوع ومحتاج فعلا اليومين دول لراحه جسمه. في الحاله دي بنوازن ما بين احتياجاتنا واحتياجات الطرف الاخر وبناء عليه بنحدد يعني ايه هو الخطوه. يعني انا ضد التفكير الاناني في الامور اللي زي دي، يعني نحاول ان احنا كلنا نكون مترددين عشان يبقى في سعاده، لكن انت مثلا لو اسعدتي نفسك وولادك على حساب مثلا صحه جوزك، او هو اسعد نفسه مثلا او خلاص ريح كل اجازه بينام ويقضيها كلها نوم ولغي خالص الطرف الثاني واحتياجاته ايه، وحضرتك عارفه المجتمع هنا صعب ان احنا ننتقل او نروح من مكان لمكان الا في وجود الزوج او يبقى معانا سائق او كده، ففي الحاله دي لازم كل طرف يفكر في الطرف الثاني بمنتهى البساطه، يعني مش محتاجه اكتر من كده. طيب خليني اقول لك يعني استاذه اميره، يعني في بعض الاشخاص وانا منهم الصراحه اللي مثلا اذا كان في اجازه مثلا خاصه في انا وزوجي بنتقل وبسافر انا وزوجي لحالنا، اذا كانت الرحله مجهزه ومخططه للاولاد خلاص انا بخلي طلعاتنا يعني روحاتنا جياتنا في السفر هذا خاصه بالاولاد بدون التفكير في انه انا اروح المكان او اتمشى في مكان معين خاص فيني انا وزوجي، هل هذا التخطيط صحيح ولا لازم او من الذكاء استغلال الاجازه لكل افراد العائله بشكل صحيح؟ هو انا شايفه ان الاجازه من الافضل ليها ان تكون شامله كل الجوانب،
انت محتاجه انت وجوزك فتره للاسترخاء مثلا، او ان انتوا ترتاحوا او تتكلموا مع بعض، مفيش مانع لو عندك الظروف والامكانيات متاحه ان انت من ضمن الاجازه تستغلي وقت مثلا بتسيبي اولادك عند اسرتك او عند احد مثلا، خلاص انت لعبتيهم واديتيهم نصيبهم من الاجازه او فسحتيهم وكده، ما فيش مانع ابدا ان انت تاخدي وقت ليكي انت وزوجك. كتير بنحتاج الامور اللي زي كده. الامور الثانيه ان لازم تكون الاجازه فيها يعني يفضل حتى لو يوم، حتى لو اسبوع، حتى لو اجازه قصيره، انها تشمل جميع الجوانب، يعني يبقى فيها الاسترخاء ويبقى فيها الراحه ويبقى فيها الترفيه ويبقى فيها التسوق، يبقى فيها الجانب التثقيفي كمان مهم جدا. يعني الافضل ان احنا بننتقل لاماكن بيبقى فيها شيء جديد بيضاف للاولاد مثلا او للاطفال، يبقى الجانب التثقيفي مهم. بيزوروا مكتبات، بيزوروا متاحف، بيزوروا اماكن زي كده. صحيح، يعني بيكون مثلا فعلا مثل اماكن سياحيه، بتعرفهم على الاماكن السياحيه بالضبط، بتكون يعني بتعود الاجازه كذا بفائده ايضا على الاطفال. طب اذا نبي نتكلم على الرحلات البسيطه اللي هي داخل البلد، مثلا اذا بغيت اطلع انا وعائلتي مثلا على مكان معين، نبغى الحديقه الفلانيه، نبغى مثلا نطلع على البر، او كان في احد من افراد العائله يرفض هذا الشيء، كيف يكون التصرف؟ انا زي ما قلت ان لو الامكانيات مش متاحه ان احنا نقضي الاجازه بره او في السفر او كده، ممكن نقضيها هنا بشكل ان احنا نقسمها بطريقه انها تتوافق مع الامكانيات المتاحه. فانت مثلا الام بالذات يعني بتشوف ايه هي احتياجات، او يعني غالبا بيبقى اول تفكير او معظمنا بنفكر في يوم الاجازه بالذات ان احنا الاولاد طول الاسبوع بيذاكروا او بيدرسوا، عايزين نرفه عنهم. فغالبا بتبقى التفكير دايما للاولاد، انت عايزه الاولاد هم ايه، هم رغباتهم. يعني صعب ان انت تاخدي اجازه مثلا او كل اجازه تاخديهم في مكان هم مش حابينه. صحيح. او مش هيستمتعوا فيه. في الحاله دي انت بتساعدي نفسك حتى ما بتساعديش. يعني انا اعتقد ان الام بيبقى صعب انها تحس بالمتعه لو هي فرضت على اولادها او هم اللي حواليها الجو اللي حواليها مش مرتاح. فاحنا لازم نشوف يعني زي ما قلنا جميع الاطراف. يبقى اذا كان السفر مثلا في الاماكن بعيده، استاذ فوزي، هل مثلا نخطط للصيف؟ ماذا يقصد بالتخطيط السليم؟ معلش يعني هذا المفروض كان من جد، يعني ماذا يقصد بالتخطيط السليم؟ هل مثلا فقط تحديد المكان، مكان الإجازة، مثلا الحجوزات، قطعة
التذاكر أم التخطيط ماذا؟ يعني مثلا لمدة أسبوعين مثلا في هذا المكان، ما إيش البروجرام أو البرنامج اللي أنا ممكن أحطه؟ هقول لك أولا، يعني مثلا أنا عندي أجازة مثلا بعد فترة لمدة أسبوعين، خلاص عندي أجازة لمدة أسبوعين. طيب أول حاجة لازم أفكر فيها، هل إمكانياتي المادية وإمكانيات زوجي وإمكانيات عمله تسمح بإن أنا الأسبوعين دول أسافر أو أنتقل لمكان تاني ولا لأ؟ أوكي، الإمكانيات المادية تسمح، طب إيه هي حجمها؟ هل هي مفتوحة؟ أقدر إن أنا يعني أنتقل لأي مكان براحتي أو أروح أي مكان براحتي وأروح المكان اللي أنا عايزاه؟ طبعا أي حاجة، أي يعني دراسة جدوى كاملة، ما تستهونيش بالفترة دي. التنظيم بيفرق كتير جدا في الحد من التوتر والخلافات. غير كده انا مثلا راح اجازه عائليه زي ما قلت لك، هنتقل لمكان المفروض هزور فيه عائلتي، هل هتبقى عائليه بس ولا فيها جزء لازم يبقى خاص بيا وبترفيهي، او خص يعني ان انت ترضي جميع الاطراف بتبقى صعبه. ففي الحالة دي هتعملي ايه؟ هتبقى الاجازة بس لكده ولا لمتعتك انت كمان؟ فبالتالي بتقسمي الاجازة، جزء منها اجتماعي بتقومي بواجباتك الاجتماعية المطلوبة منك، وجزء منها ترفيهي بتشوفي ولادك عايزين ايه وانت محتاجة لايه وتقومي بيه، وايه هي الامكانيات المادية اللي هتصرفيها، وجزء منها زي ما قلت لك للاسترخاء والراحة البدنية. يعني نقطة مهمة، لان احنا الاجازة وبالذات اللي هي الاسبوعين او اجازة نص سنة بتبقى فاصل ما بين عملين، يعني اما بترجعي بتبقي خارجة من شغل ودراسة وتعليم وراجعة على شغل ودراسة وتعليم، فبالتالي لازم يكون في فترة استرخاء، وإلا هتحسي إن أنت ما يعني هتحسي إن أنت ما عملتيش حاجة أو ما ارتحتيش. هنا المقصود من التخطيط السليم. طبعا أكيد. طيب أستاذة أميرة، يعني ذكرتينا نقطة مهمة جدا اللي هي مو بالشرط إنه أنا أنتقل من مكان لمكان آخر لكي أستمتع بالإجازة وأعمل الاسترخاء اللازم للإجازة. طيب حابين ناخذ منك مجموعة من النصائح أخيرة في حديثنا حول التخطيط للإجازة، تقدميها للزوج والزوجة بحيث إن هم يبتعدوا عن الملل، يبتعدوا عن الروتين، يبتعدوا عن المشاكل اللي بتصير في فترة الإجازة. كل هالأمور فعليا اللي بنعاني منها في فترات متقطعة على مدار السنة. والله أول نقطة مهمة زي ما ذكرنا المرونة. يعني أنا شايف يعني إحنا حتى لو عملنا المخطط اللي إحنا بنتكلم عليه وعملنا التخطيط اللي إحنا بنتكلم عليه، لازم يكون في مرونة. في بعض الأحيان وبعض الظروف بتنتج ظروف مثلا خلاص خارجة
حتى الاولاد نعلمهم لازم نغير يعني يعني لازم يكون الزوج والزوجه عندهم فكره المرونه. لا مش انت قلتي يعني انا عندي اولادي مثلا ممكن مثلا انا وعدتهم في نهايه الاسبوع هنروح المكان الفلاني، طب حصلت ظروف مثلا او الجو مش مناسب يجوا الاقيهم يقولوا لي انت وعدتينا، مادام وعدتي يبقى لازم تنفذي. طب هنا نقطة مفيدة جدا ان احنا نعلم ولادنا ان في حاجة اسمها استثنائيات، يعني استثنائيات، ان اوقات الظروف بجد بتخلينا نقدر يعني لازم نغير وجهة نظرنا. فاذا اول حاجة او اول نقطة ان احنا نحافظ عليها ان احنا نكون مرنين. النقطة الثانية نحاول نخف من التوتر والعصبية، يعني يحاول الزوج يخف خلاص لو كل طرف حط في دماغه بس او هدف واحد ان هو هيلبي احتياجات الطرف الاخر او هيساعده، صدقيني الوضع هيختلف تماما. الزوجة هتفكر في زوجها ايه هي احتياجاته في الاجازة فهتحاول تلبيها له، والزوج هيفكر زوجته ايه هي احتياجاتها المؤجلة اللي هو طول فترات عمله هي مأجلاها هي واولادها مأجلاها عشان تعمل. ففي الحالة ديت بيكون في يعني في تفكير دايما في الطرف الاخر، فبالتالي بيكون بنتجنب. ونحط بعد استاذه ميري يعني باعتبارنا انه ايضا الخلافات الزوجيه والمشاكل الزوجيه ممكن ان تؤثر سلبا على الاطفال مو بس طبعا عليهم. اكيد طبعا. اشكرك بالتاكيد وصلنا هذه المحطة استاذه اميره عبد الرزاق عبد ربو مكتوب عبد الرزاق. لا عبد الرازق. عبد الرازق أميرة عبد الرازق الأستاذة أميرة عبد الرازق أخصائية استشارية نفسية والتربوية الشفرية. جزيلا لك. عفوا. أكيد ألف عافية أستاذة أميرة على هذه المعلومات الجميلة للتخطيط لإجازة سعيدة بعيدا عن التوتر والخلافات. أعزائي المشاهدين لدينا وقفة وحملة لنكن دفة لهم، حيث قدم فريق تطوعي بالتعاون مع الجمعية الطيبة بالمدينة المنورة حملة لنكن دفة لهم، وذلك لتقديم كسوة الشتاء لمن يحتاجها. للمزيد نتابع سويا تفاصيل في هذا التقرير والزميلة في الدور مطبقان.